بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إذا مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا التمرين حول حل متراجعات من هذا النوع. هنا لدينا دالة جذرية، من دوال جذرية، والدالة الجذرية هي التي تكتب على شكل حدودية على حدودية. إذا لكي نحل المتراجعة التالية، أول شيء يجب تحديده هو مجموعة تعريف المتراجعة. إذا نبدأ بالحالة الأولى، نسميها واحد اثنان ثم ثلاثة. إذا واحد، الأرض تكون المتراجعة x أس 2 زائد x ناقص 2 على x ناقص 3 صار أو أكبر عفوا أو يساوي معرفة. إذا كان يجب أن يكون المقام يخالف صفر، x ناقص 3 يخالف صفر، أي x يخالف 3، إذا تكون معرفة إذا كان x يخالف 3، واضح؟ ثم نقوم بتحديد جذور. الخطوة الثانية، نحدد جذور الحدودية x أس 2 زائد x ناقص 2. لكي نحدد جذر حدودية نقوم بحساب من الدرجة الثانية، نقوم بحساب دلتا. دلتا هو 1 أس 2 ناقص 4 في 1 في أ 1 في س هي ناقص 2 تساوي 1 أس 2 هي 1 ناقص 4 في 1 ناقص 4 في ناقص 2 زائد 8 تساوي 9. إذا 9 موجب، يعني جذور الحدودية هي جذور الجذر الأول x1 يساوي ناقص b، يعني هنا b هي 1 ناقص 1 ناقص جذر دلتا، يعني ناقص جذر 9 هي 3 على 2 a، 2 في a هي 1 في 1، إذا تساوي ناقص 1 ناقص 3 هي ناقص 4 على 2 ناقص 2. والجذر الثاني هو ناقص b زائد جذر دلتا زائد 3 على 2 في 1 2 تساوي 1، واضح؟ وبعد ذلك نضع جدول الإشارات، إشارات x أس 2 زائد x ناقص 2 على x ناقص 3. إذا نضع جدول كما يلي: x ثم x أس 2 زائد x ناقص 2، لأن إشارة هذا التعبير يتعلق بإشارة البسط ثم إشارة المقام ثم المقام x ناقص 3، واضح؟ إذا هذا العدد ينعدم، هذا العدد ينعدم في ناقص 2 و1، اكتب هنا ناقص 2 و1، وهذا العدد ينعدم، هذا التعبير عفوا ينعدم في، وهذه الحدود تنعدم في 3. نرتب هذه الأرقام بالترتيب، إذا هنا ناقص 2 ثم 1 ثم 3، الترتيب يجب أن يكون ترتيب تزايدي، واضح؟ لدينا هذه الحدود هي تنعدم في ناقص 2 و1، هذه الحدود تنعدم في ناقص 2 وفي 1، واضح؟ وهذه الحدود هي تنعدم في 3، واضح؟ إذا نتمم الخطوط. هذه الحدود من الدرجة الثانية، القاعدة تقول أنه بين الجذرين عكس إشارة أ، وهنا أ موجب يعني سالب، وخارج الجذرين إشارة أ، بين الصفرين عكس إشارة أ وخارج الصفرين إشارة. بالنسبة للحدود من الدرجة الأولى، على اليسار إشارة عكس إشارة أ، لأن أ موجب دونك ناقص ناقص ناقص، وعلى اليمين عكس إشارة أ، واضح؟ إذا كان لدينا عدد هنا عدد موجب على عدد سالب يعطينا عدد سالب، عدد سالب على عدد سالب يعطينا عدد موجب، ثم العدد موجب على عدد سالب يعطينا عدد سالب، موجب على موجب يعطينا موجب، واضح؟ هنا التعبير x أس 2 ناقص عفوا زائد x ناقص 2 على x ناقص 3، يكون هذا التعبير غير معرف فيما في الثلاثة، يعني غير معرف، وهنا نضع خطين لأن التعبير غير معرف، ثم هنا الصفر وهنا الصفر، إذا كان البسط يساوي صفر فإن الكسر يساوي صفر، واضح؟ إذا حلول أس الحلول هي متى تكون أكبر أو يساوي صفر، إذا هنا وهنا أكبر أو يساوي صفر، إذا هنا أو يساوي المجال المغلق من ناقص 2 إلى 1 اتحاد، ثم هنا من 3 إلى زائد 8، لكن يجب إخراج 3 لأن 3 لا تنتمي إلى مجموعة التعريف إلى زائد ما لا نهاية. أكرر، يكون هذا التعبير أكبر من صفر، يعني موجب أكبر من صفر هنا وهنا، هنا من ناقص 2 إلى 1 داخل المجال، داخل المجال إن لدينا أو يساوي، وهنا من 3 إلى زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية دائما خارج المجال. أما 3 لماذا قمنا يعني بإخراجها من المجال؟ لأن يعني المتراجعة غير معرفة في 3. إذا انتهينا من المثال الأول، ألتمس منك توقيف الفيديو ثم محاولة إنجاز المثال الثاني، وبعد ذلك أتمم الفيديو لكي تشاهد الحل. إذا الآن نحن سوف نتمم. السؤال الثاني، أول شيء تكون
المتراجعة معرفة إذا كان ماذا؟ المقام، المقام إكس زدنا ناقص إكس ناقص ستة يخالف صفر. نقوم بحساب دلتا، ودلتا يساوي بي أس اثنان يعني ناقص واحد أس اثنان ناقص أربعة في واحد في ناقص ستة، إذا تساوي واحد ناقص مع ناقص تسع زائد أربعة في ستة أربعة وعشرون زائد واحد خمسة وعشرون موجب، يعني يجب أن تكون إكس تخالف الجذر الأول، أو نحدد جذور تخالف ماذا؟ الجذر الأول وهو ناقص بي ناقص جذر دلتا يعني ناقص ناقص واحد يعني واحد ناقص جذر خمسة وعشرون هي خمسة على اثنان في واحد على اثنان، ويجب أن يكون إكس كذلك تخالف، لأننا يجب أن نحدد مجموعة تعريف يعني إكس تخالف ثم تخالف واحد زائد خمسة على اثنان، يعني يجب أن تكون إكس تخالف لكي تكون الحدودية المترجعة معرفة، واحد ناقص خمسة هي ناقص أربعة على اثنان هي ناقص اثنان، ويجب أن تكون إكس تخالف كذلك واحد زائد خمسة ستة زائد على اثنان هي ثلاثة، واضح؟ ونقول نقوم بتحديد نحدد جذور الحدودية التي في المقام إكس أس اثنان ناقص إكس زائد اثنان، أرانا دلتا تساوي بي أس اثنان يعني واحد ناقص أربعة في واحد في زوج يعني في زوج تساوي واحد ناقص ثمانية هي ناقص سبعة سالب، متفقين؟ دونك هذه لا تقبل، ليس لها أي جذر، هذه الحدودية ليس لها أي جذر، إذا إكس أس اثنان ناقص إكس زائد اثنان لأن دلتا سالب لا تقبل أي جذر في R، واضح؟ إذا نضع جدول الإشارات، جدول الإشارات X ثم الحدودية الأولى X أس اثنان ناقص X زائد اثنان، وبعد ذلك الحدودية الثانية X أس اثنان ناقص X ناقص ستة، إذا من ناقص ما النهاية إلى زائد ما النهاية، في الأخير نضع يعني التعبير كامل X أس اثنان زائد ناقص X عفوا زائد اثنان على إكس أس اثنان ناقص إكس ناقص ستة. إذا بالنسبة للتعبير الأول إكس أس اثنان ناقص إكس زائد اثنان، إكس أس اثنان ناقص إكس زائد اثنان لا ينعدم أبدا لأن دلتا سالب لا ينعدم أبدا، وإشارته إذا كانت دلتا يعني سالبة كتكون إشارة التعبير هي إشارة أ دائما على أ، يعني دائما إشارة ألاحظ معي أ موجبة يعني دائما موجبة، واضح؟ دائما موجبة يعني ليس لدي أي مشكل، دائما موجبة. بالنسبة للتعبير الثاني والحدودية الثانية لها جذرين، الجذر الأول هو ناقص اثنان وثلاثة، نرتب ناقص اثنان هي الأولى ثم ثلاثة، إذا تنعدم هنا وتنعدم هنا، واضح بالنسبة للثانية. ألور بين الجذرين عكس إشارة أ موجبة إذا سالبة، وخارج الجذرين موجبة. بالنسبة للكسر يكون غير معرف، وهذا التعبير غير معرف في ناقص اثنان وفي ثلاثة، غير معرف في ناقص اثنان وفي ثلاثة، واضح؟ هنا موجب مع موجب موجب سالب موجب، واضح؟ إذا المطلوب هو متى تكون أصغر قطعة من الصفر، تكون أصغر قطعة من الصفر في هذا المجال، إذا الحلول S تساوي إذا الحلول S تساوي المطلوب هو متى تكون سالبة قطعا يعني سالبة قطعا يعني الناقص في هذا المجال من ناقص 2 إلى 3 وخارج خارج، لماذا؟ أولا لأن لدينا قطعا، ثانيا لأنها ولو كان هنا أو يساوي يجب أن نضع خطين، لماذا؟ لأن هذه المترجحة غير موجودة في ناقص 2 وفي 3 غير معرفة، واضح؟ إذا الحالة الثالثة حالة 3 تكون المترجحة معرفة إذا كان المقام يخالف الصفر x 2 ناقص 3 x زائد 2 يخالف الصفر، نقوم بحساب دلتا، ودلتا يساوي ناقص 3 أس 2 هي 9 ناقص 4 في 1 في 2 يعني 8 تساوي 1 موجب، إذا لدينا جذرين يعني يجب أن تكون X تخالف يعني X تخالف الحل الجذر الأول وناقص ناقص 3 يعني 3 ناقص جذر 1 هي ناقص 1 على 2 3 ناقص 1 هي 2 على 2 يعني تخالف 1 يجب أن تكون تخالف 1، و X يجب أن تكون تخالف 3 زائد 1 هي 4 على 2 هي 2، إذن يجب أن تكون X تخالف 2 و X تخالف 1، جذور هذه الحدودية هي 1 و 2،
إذا قمنا بالتعويض بإثنان نجد أربعة زائد إثنان ستة ناقص ستة صفر، وإذا قمنا بالتعويض بواحد نجد واحد ناقص ثلاثة ناقص إثنان زائد إثنان صفر. إذن هذين هما الجذرين. بالنسبة للحالة الثانية نحدد يعني جذور الحدودية إكس زائد إثنان ناقص واحد، واضح؟ وهذه يعني بلا ما نديرو دلتانا لأنها بسيطة، لدينا x اس 2 ناقص 1 تساوي x ناقص 1 في x زائد 1، هذا متطابقة عامة، يعني x اس 2 ناقص 1 تساوي 0 إذا كان x يساوي 1، هنا هذه كتنعدل بهذا الواحد، أو x يساوي ناقص 1، لأن عندي جودة فوقاش كيساوي 0، لكن شي واحد فيهم يساوي 0، ولكن هذا يساوي 0 يعني x واحد، ولكن هذا يساوي 0 يعني x ناقص واحد. صحيح، إذن نوضعو دابا جدول الإشارات، فهو جدول الإشارات، الحل إكس هنا، وهنا ندير الأولى إكس أس 2 ناقص 1، ولتحت غندير المقام إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد 2، وفي الأخير غندير الكسر اللي عندي تما، هو إكس أس 2 ناقص 1 على إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد 2. دونك نشوف الجدول نتاعهم كاملين، عندي 1 وزوج وناقص 1 والواحد، 1 معاود، يعني عندي ناقص 1 والواحد والزوج نرتبهم، ندير ناقص واحد والواحد والزوج، الواحد راه معاود، أتونسيون الواحد راه معاود، يعني كاين وكاين، ألوغ هادي فين كتنعادو؟ كتنعادو في ناقص واحد وفي الواحد، بين جذرين عكس إشارة أ وخارج جذرين إشارة أ، هادي فين كتنعادو؟ هادي كتنعادو، عفوا سمعوا ناقص واحد والواحد، هادي فين كتنعادو؟ في الواحد والزوج، يعني هنا وهنا، متفقين؟ بين الجذرين عكس إشارة أ وخارج الجذرين إشارة أ، متفقين؟ مزيان، إذن هذه فوقاش كتكون غير معرفة، مين كيكون المقام يساوي صفر، المقام خصوش يساوي صفر، والمقام كيساوي صفر في الواحد عفوا في الواحد والزوج، يعني هنا ندير جوج خطوط غير معرفة، وهنا ندير جوج خطوط، متفقين؟ زائد مع زائد تعطينا زائد، صفر ناقص ناقص زائد، متفقين؟ زائد مع زائد زائد، ناقص مع زائد، ناقص زائد مع ناقص ناقص. وزائد مع زائد هي زائد، واضح؟ إذا شنو المطلوب؟ فوقاش تكون أصغر أو يساوي صفر، أصغر أو يساوي صفر، يعني هنا وهنا سالب هي أصغر أو يساوي صفر، إس تساوي هنا ممكن من ناقص واحد لواحد، ناقص واحد أصغر أو يساوي يعني داخلها، إنه ممكن يساوي صفر، ولكن الواحد خارج، علاش؟ واخا عندي أو يساوي، لأن عندي جوج خطوط غير معرفة، ثم اتحاد من واحد، يعني هنا من واحد حتى لجوج، واحد خارج المجال اللي عندي جوج خطوط. زوج وزوج تاهي خارج المجال اللي عندي جوج خطوط، واضح؟ دونك هذا هو الحل، متفقين؟ الله نتمنى تكونوا فهمتوا، عاودوا جوج مرات ولا ثلاثة حتى تفهموا مزيان كيفاش تحل مترجح على هذا النوع هذا، وحاولوا تخدموا الله عليكم أنواع أخرى أمثلة أخرى، ديروا غير راسكم مثلا غير عوض هنا بشي حدودية وهنا بشي حدودية وخدموا، والله يوفق، إذا كان شي مشكل يعني صعيب اقترحوه في الموقع، الله يوفقكم.